نعرف هذا الكلخ اللي حنا دابا فيه، علاش حنا باركين القرايه وبنادم تيقرا وتيوصل شحال من حاجه وفي الاخر تنصدم بالواقع انه هذا المغرب ماشي ديال انك تقرا وتفهم، المغرب ديال القميع. خاصكم من الصغر تعلمونا نتقمعوا ونسكتوا نسكتوا نسكتوا، ما نعرفوش شنو طاري من قبل وما نعرفوش المحيط ديالنا وما نعرفوش الشراوات ديالنا، ودابا هادشي كامل حنا عارفينه وتزيدوا باغي تدقوا لينا برا تخسروا لينا الذات ديالنا اللي عطاها لينا سيدي ربي، باغي تخسروا علينا. والله ياخذ فيكم الحق، انا يا رب راه تندعي لكم بالليل وبالنهار، تندعي لكم بالليل وبالنهار على هاد الحاله اللي وصلتوا لها الشعب المغربي اللي وصلتوا لها. انا راه باغي امتى نطير من هاد البلاد، بغيت امتى نطير. كنا كانوا دارين لنا شي حل، شي كون جاونا نيشان وقال لنا راه حنا بغينا نخفضوا السكان ديال المغرب، جاونا نيشان جو كانيشان ولا كاع يديروا لك شي حاجه بعدا كينا ما تعيقش شي بعدا كينا شي حاجه، اما وبحال كتقول سيري دقي وانت دقيتي انت طحتي شكون اللي يهزك؟ ما كاينش اللي يهزك والله. حتى دابا انا ماشي تنقول لكم هكا، درت الجرعه الاولى على حساب الخدمه وداك الشيء، طاحت لي دراعي طاحت علي دراعي، ما درت انا ما عدي تحد ما تحد ما سول فيا، انا بغيت نعرف انا دابا لمن نمشي، بغيت نعرف هذا اللي يعطيني 10000 ريال ونمشي غير نسواني عليها، غير نمشي للكنينيك ونقول لهم عافاكم هاد الدراع ديالي شنو طرا لي فيها، ما عرفتش شكون هو اللي نقصد انا دابا يا شكون شنو وقع لي من هنا واحد السيمو شنو وقع لي، ما فهمتش هذيك الجلبه الثانيه، هذيك الجلبه الثانيه فينا هي والثالثه والرابعه. بغيت ندخل ناخذ فلوسي من البنكة ما خديتهمش، بغيت ناخذ سميتو بغيت سميتو ندخل لهذا العمومي، ما انا غناخذش ورقتي ما غناخذ حتى شي حاجه، اذا علاش انا دابا فلوسي محصورين، فلوسي بغيت فلوسي، ما بغيت والو، انا بغيت فلوسي ما بغيت حتى شي حاجه اخرى، ما ترجمش عليا لانه هو ماشي اجباري، اذا ما ترج انا عندي 74 عام وما غنتلقحش، واش بغيتو عندي بغيتو ديروني بزز؟ ما يمكنش ليا امبوسيبل. شنو اللي خلاك ترفضي اللقاح؟ حيتاش ماشي صحي، ملي تتقول انت هذا صحي وراه هو كيحميني، وعلاش انا الاخرين ما خادو هما دايرين التلقيح جوج مرات وثلاثه وجاتهم كورونا، وانا جاتني كورونا وكيف جاتنيش بحالهم، ما فهمتش علاش اشنو علاش نمشي ندير انا هذا الشيء وانا سليمه من سميتو، هذه ذاتي ندير فيها اللي بغيت، ما ترجموش عليا ما ترجموا عليا حتى شي حاجه، 74 عام وجبت تقتلوني بزز، خلوني الله هو اللي يقتلني. مختصره موجهه للجنه العلميه مكلفه بالتلقيح، اول حاجه تخرج وتعطينا الاعراض الجانبيه، ثاني حاجه تعطينا موانع استعمال ديال التلقيح وشكرا. قرار ديال جواز التلقيح حيتاش ماشي في الصالح ديالنا ولا في صالح ديال ولادنا، اللي ولادنا دابا تحبسوا غيتحبسوا من المدارس، الدوله نورمالمون خصها تزيد تقدم للعلم ماشي تاخروا، الا قلتوا الدراري اش غيديروا وعلاش غيفرضوا لي على صحتي انني ندير واحد الحاجه اللي انا ما مقتنعش بها، اصلا هاد التلقيح راه غير في طور تجارب ما خصناش ان نديرو، ولا دايرين سياسه الله اعلم باش ياكلوا فلوس الناس ولا الله اعلم، انا ما فاهماش باش ان سيده تمشي خدمه عمرها كامل عرقت وهذا بتجمع فلوس تحطهم في لابونك ويحبسوها في لابونك باش ما تدخلش المقاطعه اللي من حقك، حق دستوري عطيه لي انا، نصوب ورقتي لاكارت ناسيونال ديالي ولادي كل شيء من حقي، انا ما عرفتش جلاله الملك واش كيشوف فينا يتدخل في هذا الشيء، حيتاش ما غاديش الا كان هو وزير الصحه خصو يعرف لي تلقيح في طور تجارب، ما يجربوش على البشريه، راه حنا ولادكم وخوتكم وحبابكم وكلشي حنايا، ماشي حنايا فئران ديال التجارب غتبداو تجربوا فينا، حرام حرام، ولينا جالسين مراض مع ولادنا تلقيح كان هادشي اللي داير مالو ما داروا على امراض كثيره من قبل، بان لهم غاد كورونا كيبان لك بنادم طايح ميت في الزنقه، حنا كيمشيو الناس بلا كمامات بلا والو، ويلا مرضنا ما مشيوش لهم السبيطار بلاش، ما بغيناش هذاك السبيطار ديالهم، لا مرضنا غنداوو في ديورنا وداوينا في ديورنا الحمد لله داوينا. اولا قبل كل شيء بغينا مساله بغينا مساله علميه منطقيه، فهمتي العلم يعلو على السياسه ويعلو على الاقتصاد، العلم يعلو على الاقتصاد ولا والدول الاوروبيه غاده بالعلماء ماشي غاده كتقدم بالسياسيين والاقتصاديين، الاقتصاد غير جزء كنقدروا ننميو العلم اكتشافات يرجعنا للتاريخ القوا بنا بالعلوم اللي طورت اوروبا، اذا هذا علمي اللقاح مساله علميه انتاج علمي، هذا الانتاج العلمي كيقول لينا في الاخر بان اللقاح خديتيه تي بو اتر كونتاميني تقدر تعادى، ما خديتيش ما تقدر تعادى، اذا كاينه ايكاليتي لا فالور ديال الانسان اللي خداه
يتعادى واللي ما خداش يتعادى. اذا علاش الجرأه الاولى دارت؟ كنا مشجعين متحمسين كننتظروا، كان واحد الحماس كنا كننتظروا فعلا مزيانه اون بيان في مزيانه اون غيوسي. ما كاين شركات ما كتعطيكش ضمانات، كتجاوب ما كاينش ضمانات. نشوفوا الحالات ولو نادره، نقولوا نادره قليله كاع، نقولوا 2% الناس اللي تلقحات ان الضرات جوستومون ماشي مشكل. انا ملقح ولادي ملقحين، ماشي احنا ملقحين، انا بنتي في لونسيجي حيت ما بقاش واحد نقولوا شي لا سيرتيتود، حيت لا سيونس بات لا سيرتيتود، كاين شوز اللي غدخل فيها ما تقدرش تخرج عاوتاني. كومون فيغ بور فيغ سورتيغ؟ انا تعرضت مثلا ناخذ الدكتوره الاستاذه الجامعيه الباحثه في ليمينولوجي، مختصه في ليمينولوجي، شوف لو تيرم ليمينولوجي وبيولوجيست، كتبحث في هذا وكاين الفيديو ديالها وتنشر وكل شيء، ما خداوش على الاعتبار. هذيك السيده عبو علاش؟ مشات تجد ولادها دو ميدسان، ميدسان ميليتير ماشي نامبورت كي، يعني واحد العائله علميه. جيستومون احنا ناخذوا هذيك لوكا، ماشي نقولوا احنا ما كنقولوش الرفض، كنقولوا الاختيار راه قمه اساس الديمقراطيه والحريه. علاش خرجت اليوم؟ حيت ما بغيتش نلقح، ما بغيتش نضرب لا سورانغ ديال التلقيح، حيت ما عرفت شنو فيها الداخل اول حاجه، ثاني حاجه انا كونتر الفايلين ديال الناس يحطون في ولاو الناس بحال شي ارقام، ولا بحال شي واحد يقدر يكون مازال ملقح وفي السيستم يقدروا يردوه ما ملقحش باش ما يدخلش ويحبسوا عليه الخدمات. نرفض الجواز، نرفض التلقيح، نرفض الجواز والتلقيح. هادشي اللي عندي ما نقول، هادشي اللي عندي ما نقول. التلقيح يكون اجباري، هادشي اللي بغينا. لا للاجباريه، لا للتلقيح الاجباري، ما بغيناش التلقيح يكون اجباري. اولا حنايا كحقوقيين ماشي ضد التلقيح او كندعيو الناس باش ما يتلقحوش. غير كتبقى الناس عندها اختيارات طبعا. حنا ما كنقبلوش باش تكون شي قرارات اللي هي كتنافى مع المبادئ الدستوريه ديال البلاد. يعني خاص الحريه ديال الناس ما خصهاش تخنق باسم واحد القرارات معينه. اما بالنسبه للناس اللي كتلقح فطبعا انا بنفسي بعدا داير التلقيح الاول والثاني والثالث وما عنديش مشكل، ولكن الناس عندها حق الاختيار. اللي بغى يتلقح حريه الجسد كتعطي الحق الانسان باش يتلقح ولا ما يتلقحش، هذا كيبقى اختياره. غير اللي كيبقى وهو انه ما خشاي تكون واحد القرارات اللي كتعطي واحد الصفات الضبطيه لبعض الناس اللي يعني حتى الناس اللي هما مأطرين بالقانون كيستعملوا فيها الشطط، وبالاحرى الناس العاديين اللي هما غير مثلا بحال النادي ديال المقهى، بحال العامل ديال الحمام، بحال فيدور ديال المحانه، بحال ما عندهم حتى شي صفه نهائيا. وغادي يجي واحد المواطن يجلس ويبدا يتحقق في الهويه ديالو في الوراق ديالو، الى درجه ان هذا الشيء كيخلق واحد النوع من الاستفزاز ومن الاحتقان ومن بزاف ديال الامور. اذا خاص الحكومه تعاود تعيد النظر في هذه القرارات اللي هي كتكون هكذا ارتجاليه وغير مدروسه، اللي كتخلق واحد النوع من الاحتقان وكتعطي واحد الانطباع، كتعطي واحد الانطباع ديال انه كانها كاينه شي حاجه اللي هي غير عاديه، كتخلق واحد النوع ديال التشكيك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.